تحت شعار بفني أساهم في بناء وطني، افتتحت اليوم بالحديقة العمومية رشيد شعبوب وسط مدينة ميلا المسابقة العربية الكبرى للرسم على الجداريات من تنظيم جمعية الحفلات لولاية ميلا وفلسطين ضيف شرف الطبعة الأولى. هذه الحديقة اللي مسمية على هذا الشهيد ذكرى الاستشهاد تاعو هي 7 مارس إحياء لهذه الذكرى، وتزامنا مع هذه المسابقة أقمنا الافتتاح هنا. المعرض كان للمشاركين اللي وصلونا للتو حوالي 59 مشارك، وكذلك الدول الشقيقة تونس وفلسطين. والله فكرة طيبة ومبادرة حسنة، نرجو لها التوفيق ونرجو أن تتكرر في أشكال أخرى وصور أخرى حتى تظل صورة ميلا محفورة في الذاكرة. بمشاركة عربية من تونس وأكثر من 30 ولاية من مختلف ربوع الوطن، حطت الرحالة بميلا لتترك بصمتها الفنية. بكل سرور جينا وبكل فرحة إن شاء الله باش نساهموا في الإنجاز هذايا، حتى نخليوا بصمة توينسا، بصمة أخوة عرب في بعضهم، مساندة للأخوة الفلسطينيين. إحاطة الحقيقة ممتازة، استقبال رائع وإقامة أروع وأروع. إن شاء الله هي يكون مش غير الطبعة هذه، بربي إن شاء الله راح يكونوا فيها طابعات أخرى وحاجة مليحة، حاجة تمد لبليس للولايتنا وباسمو، وماما راح تكون عندنا خبرة من للمستقبل إن شاء الله. الهدف تاعي من هذه المشاركة أني نحتك بفنانين واحد آخرين، وجيت نحط البصمة تاع ولايتي سمسيت في ولاية ميلا. هذه أول مشاركة تاعي هنا في ذي الولاية، إن شاء الله ما تكونش الأخيرة إن شاء الله. هي مبادرة فنية من شأنها أن ترقى بالفعل الثقافي بولاية ميلا، وتجسد من خلالها جداريات بستين ابتدائية.